مساء الخير على الجميع. وصلتني أسئلة مرة كتير بخصوص الأويل باستل المائي، كانت أغلبها كيف طريقة استخدامها. استخدامها تقريبا يشبه استخدام الألوان الخشبية المائية اللي بتلونوا فيها، وبتاخذوا الفرشة وتغمسوها في الموية وتبدأوا تلونوا كأنها ألوان مائية. لكن في الأويل باستل كمان تقدروا تستخدموها استخدام عادي، يعني بتلونوا فيها وتدمجوا فيها كأنها ألوان باستل عادية. وفي عدة طرق إنك تستخدميها. أول حاجة إنك تستخدميها كطبقة تأسيسية، يعني تبدأ تلوني أو توزع درجات اللونية على العناصر كطبقة أساسية، خلاص. بعدها بعد ما تنشف الطبقة الأولى تقدري تكملي بنفس الألوان، أو إنك تستعيني بألوان أويل باستل يكون قوامها ثقيل أو ألوانها أكثر كثافة وسهلة في الدمج، زي ما أنا جربت في المثال السابق في الرسمة حقت الثلج. تقريبا هذه أسستها بألوان أويل باستل مائي، يعني خليت فيه طبقة أساسية وبعدين استعنت بألوان من شركة جاليري ودمجت عادي. ومن الناحية الأخرى أنك تقدري تستخدمي ألوان الأويل باستل المائي يعني في رسمة كاملة، يعني بدون أنك تستعيني بألوان أخرى، زي ما سويت في مثال هذه الرسمة اللي رسمتها معاكم أمس. هذه أسستها بذي الألوان وكملت تلوين بنفسها، يعني بعد ما حطيت الطبقة الأولى وشفتوا أنتوا ما تحملت الورقة كثافة الموية بحكم أنه الورقة مرة خفيفة. بعدها خلاص بديت أضيف الطبقات اللونية بدون ما أستعين بالموية، خلاص يعني بدأت أضيف وأدمج عادي بالأصابع وكملت على هذا النحو. وفي حالة إذا أنتوا حابين تجربوا، أنا ما أنصحكم تجربوا على هذا الورق الصراحة، لأنه مرة خفيف وأنتوا شفتوا بنفسكم كيف حاولت أني أعالج الموضوع. لكن إذا أنتوا حابين تجربوا أنصحكم تجربوا على ورق يكون أكثر سماكة. شوفوا هذه الرسمة استخدمت فيها ورق خاص بالألوان المائية، فكان يعني بالأمانة متحمل يعني كثافة الموية كثافة اللون، فأنا أنصحكم بورق متين. واللي بيقولوا صوري لنا شكل السكتش اللي رسمتي عليه، هذا هو اللي استخدمته أمس. ومن فين؟ الصراحة للأمانة هو جاني هدية مع الألوان، فأنا للأمانة ما أعرف من فين، بس أتوقع أكيد موجود في مواقع الأونلاين في أمازون أو ممكن في المتاجر الخاصة بأدوات الرسم والفنون. شوفوا هذا الإسكتش مش سيء، طيب، بس هو يناسب الألوان الأويل باستل العادية، يعني ما ينفع إنك تستخدميه على الألوان فيها موية، يعني تدخل الموية فيها لأنه ما يتحمل. وشوفوا أوراقه جدا خفيفة مرة، هتطلع صوت. شوفوا هذا الاسكتش مش سيء، لكنه يناسب ألوان الأويل باستل الجافة، ما يناسب كثير الألوان الأويل باستل المائي، لأنه حيكون صعب التحكم، وخصوصا إذا كنتم مبتدئين في الموضوع صعب يعني تتحكموا بكثافة الموية على الورقة وكذا، وحيكون كمان صعب عليكم في إضافة الطبقات. لكن لو حتستخدموه لألوان أويل باستل جافة زي مثلا ألوان جاليري هذا ينفع، حيكون بالعكس الاستخدام فيه جدا جميل وحلو. أنا جربته وعجبني الصراحة.